وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، قامت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن منذ شهر سبتمبر عام 2021 بتدشين حلمه الكبير بإنشاء 100 مركز في مختلف المحافظات المصرية وفي قرى حياة كريمة لمساعدة الأسر المصرية في التعليم والحرف اليدوية والتسويق ومحو الأمية وتأهيل الأطفال من أصحاب الهمم. وحتى الآن قام حزب حماة الوطن بافتتاح 15 مركزاً من مراكز الأمل في محافظات شمال سيناء والإسكندرية والدقهلية والفيوم ومرسى مطروح والوادي الجديد، وأخيراً في صعيد مصر حيث محافظة سوهاج. قام حزب حماة الوطن بتدشين عدة مشروعات خدمية لأهالي المحافظة، كما عقدت كوادر الحزب اجتماعاً موسعاً مع كافة القيادات التنفيذية هناك لمناقشة آليات تمكين المرأة والشباب ورعاية المواطن. النهاردة يمكن أن نفتتح مركزين، مركز في قرية المحمدة ومركز في قرية الصامة شرق. أعتقد إن شاء الله هتبقى تجربة موفقة بإذن الله. إحنا بنتكلم عن حاجة متكاملة في كل قرية منهم يشترك فيها الحزب، ومعاه طبعا كل الأجهزة التنفيذية في محافظة سوهاج. ثم افتتح الحزب في قرية المحمدة التابعة لمركز سوهاج بالمحافظة مركز الأمل هناك. تعلمت تطريز بالستان وتعلمت على الخياطة وأشغل هاند ميد، تطريز مناديل كتب الكتاب. بدأنا نطلع منتجات بالفعل كاملة بجودة عالية، ده كله تعلمناه من خلال التدريب، وبدأنا بعد كده نتعلم إزاي نسوق الحاجات دي. ثم افتتح حزب حماة الوطن في قرية الصوامعة التابعة لمركز إخميم مركزا جديدا من مراكز الأمل هناك. بتأنتج حاجة بحبها، إن بحب إن أنتج مفارش وخياطة، دي هوايتي وحاسة إن أنا بستفيد بيها لنفسي ولعيالي أول حاجة، وتاني حاجة بيت أدخل باب رزق لبيتي. في أطفال هنا بتروح محتاجة جلسات تخاطب وبتاخدها أهاليها، بتروح أماكن في سوهاج وأماكن في زجولتا. إحنا مكان منفي يعتبر بعيد، فاضطر إن أنا أروح سوهاج والمصاريف وكده وصعب على الأهالي، في ناس حالتها المادية تسمحش إن هي تعمل كده، فيعني المركز ده هيساعدنا جدا. إحنا شغالين الحمد لله وكويسين، وبنساعد العرايس حضرتك اللي عندنا في الحي بتاعنا، بتاخد مننا مفروشات وستاير. وفي نفس القرية افتتح حزب حماة الوطن مركزا طبيا مجهزا بأفضل الإمكانات لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة. حاليا احنا زي ما حضرتك شايفين في المركز الطبي اللي هو برعاية حزب حماة الوطن اللي بيقدم تخفيضات، بل في بعض الأحيان كشوفات مجانية لأهلنا في محافظة سوهاج. هنعتمد فيها إن شاء الله بإذن الله على القوافل بإذن الله، وإن احنا موفرين فيها كل الخدمات سواء كان من عيادات أو صيدلية أو معمل أو حضانة أو زون عمليات كامل بالغرف بتاعته. ثم عقد حزب حماة الوطن لقاء جماهيريا في محافظة سوهاج، والذي ناقش عدة نقاط منها مشاركة حزب حماة الوطن في مشروع حياة كريمة وكذلك تدريب المرأة المعيلة، فضلا عن استقبال أسئلة ومقترحات المواطنين من أبناء المحافظة. في الحقيقة عمل مجتمعي كبير جدا بيتم لرعاية المواطن المصري في محافظة سوهاج. هذا العمل تم تتويجه بافتتاح عدد 2 مركز خدمي مجتمعي بنطلق عليه مركز الأمل لتقديم الخدمة المجتمعية للمواطن السوهاجي. انتهت فعاليات الحزب في محافظة سوهاج، لكن قوافل الحزب لا زالت تجوب المحافظات لتقديم الخدمات المتنوعة لأبناء الوطن. تحيا مصر.